ستيفانو توراتي وركلة جزاء والكرة لفيرونو. أوه حارس المرمى ستيفانو توراتي. نعم كرة دوادا أندريج دوادا لم يسجل، تصدر حارس المرمى في المرة الأولى نجح ستيفانو توراتي، وبعد ذلك أيضا في المرة الثانية. شوط مثير للغاية بركلات الجزاء وسوسولوف يسجل. هيلاس فيرونا سجل أخيرا هنا على هذا الملعب الرائع. فرحة عارمة للسيد ماركو باروني. باروني سعيد بهذا التقدم، سعيد بهذا الهدف، هدف في غاية الروعة يسجل سوسولوف. سوسولوف في الزاوية الصعبة حيث ذهب حارس المرمى توراتي، ولكن هدف من ركلة جزاء، هدف رائع جدا قبل نهاية الشوط يسجل نادي لاس فيرونا، ويذهبون لغرفة تبديل الملابس وهم في جيبهم هدف ثمين للغاية، أتى لمصلحة هذا الفريق الذي قاتل وحصل على فرصتين على ركلتي جزاء. مباراة كبيرة جدا، أكثر من تصدي، ولدينا كرة ولدينا رصيد ولدينا جول. جول هدف التعادل يأتي من هذا الصغير البرازيلي الصغير. عندما تتحدث عن البرازيل ونجوم البرازيل يجب أن يكون هناك متحدثا باسم البرازيل كايو جورج. الله على الارتقاء، على الرأسية الرائعة. نعم في المكان السليم، هدف في غاية الروعة من رأسية، هدف التعادل لمصلحة فيرسينوني برأسية كايو جورج، وبالتالي يعدل النتيجة. هدف لهدف في هذه المباراة يشعل المباراة.